السلام عليكم العائله الثانيه ديال حكيم لو ماجيستير، مرحبا بكم في هذا لا فيديو اللي غادي نشوفوا فيه الحصه ديال الكرش. شوفي نقول لك واحد الحاجه، راه كلشي سهل، خاصك غير تركزي معايا مزيان. دوزو للتمارين ونشرح لك كلشي بالتفاصيل. غير ما تنسيش ديري جيم لا فيديو وتابوني في القناه وخدمي الخاصيه ديال الجرس وبارطاجي هذا لا فيديو مع كاع صحاباتك باش هكا كلشي يستافد. ليتس جو. اليوم غادي نهنيك من ديك الكرش اللي عندك مزيان، ولكن حتى انت بغيتك تريني مزيان. فهاد الحصه دي عندنا 10 ديال الدقائق اللي كتكون من 12 تمرين ديال الكرش، وكل تمرين 30 ثانيه. المهم انت ما عليك الا تطبقي معايا هاد التمرين اللي كتشوفي، وراه ساهل بزاف. واصلا بدينا بهاد التمرين غير باش نسخنوا الجسم ديالنا. غادي تستمري معايا المده ديال 30 ثانيه وغادي تاخذي هاد الوضعيه وبقيت تنقزي بحال هاد الشكل. ايوا عندك، ركزي مزيان على التنفس الشهيق والزفير، حيت ضروري ثم ضروري باش تستمري معايا في التمرين بطريقه سليمه. باش تفهمي معايا البرنامج مزيان، دابا خاصك تحبسي 10 ديال الثواني، وهاد التمرين التالي خاصك تستعدي ليه. صافي متفقين؟ 3 2 1 طوب. يلا بداي في التمرين. وباش نسهل عليك القضيه غادي نقول لك شنو كتستهدفي في هاد التمرين. الا لا كتخدمي على الجسم بالكامل وبالضبط الجناب ديال الكرش، يعني قولي باي باي لدوك الجناب اللي كيبرسطوك. ومن الاحسن انك تستمري في التمرين والابتسامه على وجهك. اييه بحال هكاك، غير ابتسمي ابتسمي بلا ما تحشمي. ويتك ويتك، وخليك بحال هكا، راكي جيتي زوينه. التمرين سهل واخا كيبان لك بحال هكا، كيستهدف لك الجسم بالكامل والنقطه المستهدفه الكرش من التحت. وحتى دابا مازال كنخدموا غير التمارين التسخينيه اللي غادي تساعدنا باش نكملوا التمارين اللي جايين من بعد. هنايا كنستهدفوا الجانب الايسر، العكس ديال الجانب اللي خدمنا في الاول. دابا عاد دخلنا في التمارين الاساسيه ديال الكرش. بديت لكم بهذا التمرين حيت هو من المشاكل اللي كيعانيو منهم بزاف ديال الناس، اللي هما جناب ديال البطن. داكشي علاش طبقي معايا هاد التمرين لمده ديال 30 ثانيه. دابا غادي نخدمو التمرين اللي كيعجبني. علاش؟ حيت كيستهدف الكرش كامله من الفوق ومن التحت وحتى من الجناب، وما خاصكش تفلتي هاد التمرين هذا. وما تنسيش ما تنسيش انك خاصك تستمري معايا في التمرين حتى الاخير باش تكون عندك واحد الفورمه كيوت.
التمرين هذا غادي يعجبكم بزاف حيت كيخدم الكرش من التحت مع الجناب ديالها من التحت. ايوا عندك ركزي مزيان على طريقه اداء التمرين بشكل صحيح. التمرين سهل ولكن الفوائد ديالو زوينه كيخدم لي كاع المناطق ديال الكرش. ولكن تنقولها ونعاودها ما تنسيش الشهيق والزفير. الا ما فهمتيهاش نشرحها لك. يعني الا غادي تدخلي الاكسجين وغادي تخرجي ثاني اكسيد الكربون بين قوسين غادي تنفسي. لا ماشي من التحت من الفوق هكاك. ايوا دابا مزيان فهاد التمرين هذا كنستهدفو الكرش من التحت وانتيا خدامة التمرين حاولي انك تركزي على الكرش ديالك. كنستهدفو الكرش من الفوق وضروري تركزي على طريقة باش خدامة التمرين حيت مهمة بزاف. وبالنسبة للناس اللي كيتابعوني من شحال هادي غادي يعرفوا بلي هاد التمرين من الافضل التمارين اللي كنخدمهم ديال الكرش. كيعجبني حيت كيخدم جميع المناطق ديال الكرش وما كنفلتوش في التمارين ديالي. دابا جا الوقت باش نخدمو التمرين اللي كيستهدف الكرش من الفوق ومن التحت زائد الذراع مع رفع الصدر. التمرين راه ساهل وإلا مازال مركزة معايا في التمارين حتى لدابا تبارك الله عليك. أما إلا كتفرجي وكتهربي واخا عليك غادي نتبعك حتى تبقاي تريني إن شاء الله. المهم استمري في التمرين لمدة ديال 30 ثانية باش ندوزو للتمرين الأخير. هذا التمرين الاخير غادي نخدمو الكرش من الوسط يعني المنطقة البطن باش تخلصي من الترهلات. بالنسبة للبنات اللي
تيعانيو من المشكل ديال البطن المنتفخ اولا الترهلات، وباغا شي حاجه اللي تساعدها باش تخلص من البطن المنتفخ، كنصحها تاخذ جيلي ديال البطن. هو خاص بالنسبه للبنات اللي عندهم الكرش. الجيلي مصنوع من السيليكون وفيه شي بارطيات زوينين بزاف. الفائده ديالهم تيقادو لك الظهر في الحاله الا كان مقوس، والترهلات اللي كاينين تحت الظهر، زائد كيرفع لك الصدر ديالك للاعلى. وبالنسبه اللي باغا تاخذو غادي نخلي ليها الرابط اسفل هذا الفيديو. اما بالنسبه للجيلي الثاني خاص بالنسبه للبنات اللي عندهم شويه ديال الكرش، ياخذوا هذا النوع. هذا الفائده ديالو شد البطن مع رفع الصدر، ويمكن لك تريني به وتلبسيه تحت الحوايج الا كنتي خارج، وغادي يساعدك وغادي يحفزك باش تخلصي من ديك الكرش. واخيرا عندنا الحزام ديال الكرش، غادي يساعدك باش تصغري الكرش ديالك، وغادي تحصلي على جسم الساعه الرمليه. ويتك ويتك. المهم هاد الحزام هذا الا كنتي كتعاني من شويه ديال الترهلات في الكرش ديالك يمكن لك تاخذيه. اما بالنسبه الا كان عندك انتفاخ كبير غادي تاخذي الجيلي اللي ذكرت في الاول اللي هو ديال السيليكون، غادي يساعدك اكثر. وفي الحاله الا عجبك شي منتوج من هادو وباغا تشريه ما تضربيش الحساب لوالو، انايا غادي نخلي لك اللين ديالو في الديسكريبشن، غادي تدخلي ليه زعما الرابط ديال الفيديو تحت الفيديو. بغيت نقول الرابط ديال المنتوج تحت الفيديو، وغادي تختاري اللي بغيتي وغادي يوصلك في اقل من 48 ساعه في اي بلاصه في المغرب. واهم حاجه الا هضروا معاك وقلتي لهم المنتوج اللي بغيتي غادي تقولي لهم بلي راك جيتي من طرف حكيم لو ماجيسيان، وهكا ما غاديش يحسبوا لك الثمن التوصيل وغادي يتعاملوا معاك بواحد الطريقه زوينه. غادي تستمري في هاد التمارين هادو 3 ديال المرات في السيمانه. اما الا كنتي نتيه كتعاني من المشكل ديال ترهلات ديال اسفل البطن غادي تقومي بهاد التمرين 4 ايام في السيمانه حتى ل 5 ايام. المهم المده ديالو راه ما طويله، شوف كيف مشيت معايا التمرين راه ساهل. الا طبقتي معايا التمرين غنقول لك تبارك الله عليك بالصحه والراحه، ونتلاقاو في لا فيديو جديد. ما تنساوش انكم تتابعوني على الانستغرام ديالي حكيم وماجيستين باش تزيدوا تستافدوا اكثر. اي موضوع بغيتوني نهضر عليه قولوها ليا في كومونتير. نتلاقاو في فيديو جديد من فيديوهات ديال حكيم وماجيستين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.